هاي. تركيا هي دولة شرق أوسطية موجودة بين آسيا وأوروبا. إسطنبول هي المدينة الوحيدة الموجودة بقارتين، 3% بأوروبا و 97% بآسيا. الخطوط الجوية التركية هي إحدى أسرع الشركات تطوراً بالعالم، مع أكثر من 100 مطارين داخل البلد. بيزور تركيا سنوياً أكثر من 35 مليون سائح، وهي سادس أشهر وجهة سياحية بالعالم. تركيا هي ثاني أكبر مصدر للعسل بالعالم بعد الصين، وهي رابع أكبر منتج للبندورة، وربع الورود الموزعة حول العالم مصدرها البلد. في بتركيا أكثر من 90 نوع من النباتات يلي ما بتنمى بأي مكان تاني حول العالم. مين قال إنه الأتراك هن الأكثر استهلاكاً للشاي بالعالم، وبيتناول الفرد بمعدل 3 كيلو سنوياً؟ أنا قال بشوفكم بكرة.